عند العمدة. دخلت أشجان ومروة وفاطمة السرايا، وعلى وش فاطمة غضب ربنا، وراح بجد وماجد المنظرة بيتكلموا. هو أنا بقى عاوز أعرف في إيه لما بنت كلف البهايم يجيلها طقم ألماظ وأنا فاطمة بنت كبير البلد ما تتقدرش؟ قالت لها مروة: يمي يومك بقى وقولي يا مسا البيت مولع خلقة مش ناقصة. الله يكرمك يا شيخة عدي الليلة، كفاية اللي عملتيه هناك، كان ناقص تقومي تضربيهم. أم لا اسكت لحد ما بنت كلف البهايم تاخد الجمل بما حمل، والله ما يحصل على جثتي. دخل بجد وماجد على صوت زعيق فاطمة، قال لها بجد: أنا نفسي أعرف أنت عاوزة إيه بالظبط، محدش عاجبك خالص، إيه اللي حرجك من مسك؟ بصت فاطمة لماجد: ما هو اللي جوزها يقول لها يا كودة يلعبوا بيها الكورة، عاجبك اللي أخوك بيعملوا فيا ده؟ مش مقدر إنك أنت الكبير ولا عامل لك اعتبار خالص، وطايح فيا كأني ماليش راجل. بس هتعمل إيه؟ أنت اللي سمحت بجده، أنا أصغر حد يتكلم معايا كده وإنت الكبير. بس ما تزعلش، هو الكل شايفينك هوا. قالها بجد: لا، أنت لا يمكن تكوني بني آدمة، أنت شطانة، والله شطانة. وفجأة ماجد رفع إيده ونزل على وش بجد، وفجأة اتكهرب الجو، وقفت مروة متنحة وبجد ساهم، وكأن أنفاس الكون كلها وقفت في اللحظة دي. نزل ماجد إيده وهو في حالة ذهول وكأنه مغيب تماما، وعلامات انتصار على وش فاطمة. قالت له أشجان: ماجد انت اتجننت، انت ازاي تعمل كده، انت اكيد اتجننت، جرى مخك حاجة. وسمعوا صوت تصفيق جاي من اعلى: برافو برافو، ولا عرفت تربي يا محمود على اخر الزمن، عيالك بياكلوا في بعض. ونزل وعلى وشه علامات ملهاش اي تفسير، ولكن كان شديد الصرامة والحزم. ماجد عاوز تفسير قوي للي حصل، تفسير يقنعني بعملتك دي وانك جاتلك جراءة تمد ايدك على اخوك. قطعت فاطمة كلامه: انا هحكي لك يا بالحاج كل اللي حصل، وحقول لك اللي قلته. انا قلت ماجد، اسمك ماجد، وقلت مليون مرة ما حدش يدخل بين الاخوات، كلامي مفهوم، فضل عند عيالك وسيبينا لوحدينا، يلا فوق بسرعة. انتفضت فاطمة من القوة وجريت على فوق. قال له ماجد: انا غلطت يا حاج، معرفش عملت كده ازاي، اعصابي خانتني، وكنت عاوز اوقف زنها باي طريقه، عماله تزن ومش بتفصل، اعصابي تعبت منها. وجري على بجد اللي كان واقف مكانه من ساعتها مش بينطق ولا مستوعب اللي حصل. حقك عليا يا اخوي، راسك ابوسها، انا اسف، وحياه ربنا انا معرفش عملت كده ازاي، ما حسيتش بنفسي، معرفتش اتحكم في اعصابي. خلاص يا ماجد، احنا مهما كان اخوات وانت اخويا الكبير، وانا ما اقدرش ازعل منك. وحضنوا بعض. خلصتوا ولا لسه؟ علشان عندي كلمتين ولازم تسمعوهم كويس جدا. وفجأة قطع كلامهم بدخول امجد بمهرجانه: انا جيت يا قوم، ابشروا، جات البهجة والفرح، جات الابتسامة، ابشروا انا جيت. جريت مروة عليه تحضنه: امجد الحمد لله على السلامة يا اخوي، اتبسطت في شرم حلوة صح؟ قالت لها ندى: جدا جدا، اسبوع من اجمل ايام عمري، اتبسطت قوي. قالت لها مروة: هتجنن واروحها بجد ان شاء الله يا حبيبتي. مروة لندى: انت تستاهلي كل خير، الف مبروك. امجد لمروة: بطية مفعوسة، كلامي اللي قلتيه لي في التليفون صح، ملك العزوبية هيتجوز، هو انت مش شايف الكهرباء اللي هناك؟ شايف وعامل نفسي مش واخد بالي، ايه اللي مكهرب الدنيا كده؟ بلاوي حصلت وختمت بالست الحسن والدلال الساحرة الشريرة اللي فوق، هي سبب الكهرباء دي. تصور قعدت تشحن في ماجد لحد ما مد ايده على بجد من غير ما يحس. يا لهوي، انا غبت اسبوع مش سنة، كل ده حصل في اسبوع. وماجد تتجنن، ازاي يعمل كده في اخوه، جرى المخه حاجة. قولي لي بقى، مين تكون ربة الصن والعفاف اللي قدرت توجع ملك العزوبية في شر أعماله؟ أكيد ما حصلتش. قالت له مروة: هنا بقى بيت القصيدة، المشكلة كلها هنا، البت ملك الجمال عندك حق. طب تمام، كلنا عارفين إن بجد مش هتوجعه غير حورية طالعة من البحر أو جنية من تحت الأرض. هي فعلا حورية من الجنة مش من المية، بس الحلو ما يكملش. عرفت البت تكون مين؟
ما تنطق بقى يا مفعوصة، أنا فايق أقعد أحل فوازير. يخلص يا بدل معلقك على الحيطة. أولا ما تقدرش تعلقني علشان أبوك على آخره، ثانيا خد التجيلة، البت تكون مسك بالتفايس كلاف البهايم، وانت عارف قوانين أبوك في الجواز إزاي. أطلق أمجد صفرت أعجاب. يخرب بيت عقلك يا بجات، البت طلقة الصراحة، بس هيعمل إيه مع أبوك؟ توجع كده في شر أعماله. خد الأدجل بقى، أبوك أجبره على الجوازة وفرحهم يوم الخميس اللي جاي. وكتاب الله المجيد بتتكلم جد يا مفعوصة ولا بتسرح بيا زي عادتك؟ وغلاوتك جد جد، انت مش شايف الدنيا عاملة ازاي؟ وسمع صوت من بعيد بيتكلم بحدة. ايه هتفضلوا حاطين راسكم في راس بعض؟ وانت يا رويتر نجلت كل الاخبار ولا نسيت حاجة؟ لا يا حاج، نجلت كل حاجة بالتفصيل الممل. طب تعالوا هنا. وبص الندى. روحي يا ندى يا بنت ارتاحي فوق من السفر، انا عاوز اولادي لوحدهم. ابتسمت ندى ابتسامه رضا وهي معجبه بشخصيه العمده علشان محتوي ولاده. طبعا يا عمي عناية الاثنين. وطلعت وعلى وشها نفس الابتسامه، عكس فاطمه اللي بتاكل في نفسها وواقفه على السلم بتحاول تسمع اي حاجه. طلعت ندى لقت فاطمه واقفه على السلم بتحاول تسمع اي كلمه، بصت لها وهزت راسها، وفجاه رجعت خطوتين وميلت على فاطمه. هتوقفي كده للصبح ومش هتسمعي، لان العمده اخدهم على المكتب. تصبحي على خير يا بطه. ازداد غضب فاطمه ودخلت اوضتها بتبرطم بغضب وقفلت باب الاوضه بغيظ. دخل محمود المكتب ووراه اولاده الاربعه واشجان وقفل الباب وراهم. وقفهم جنب بعض وبحده. المهزله اللي حصلت بره ده لو اتكررت هتشوفوا مني وش عمركم ما شفتوه. ماجد، كم مره قلت لك تتحكم في اعصابك؟ وانت زي ما انت مصمم على كده. والله يا حاج انا مش عارف عملت كده ازاي. انا متجمعكم هنا عشان اسمع مبررات. انت هنا تقول حاضر وبس. انت غلطت في حق اخوك غلطه كبيره ولازم الاعتذار يكون على قد الغلط. مش هتمشي بكلمه اسف. لو كلمه اسف ترجع اللي راح كانت البقاء لله، رجعت اللي مات. انت عقابك هتكتب لاخوك نص الارض الشرقيه بتاعتك، وده أجل رد اعتبار لأخوك، وده إنذار ليكم كلكم. أي حد منكم يزعل التاني العقاب هيكون من جنس العمل. بس أنا خلاص يا حاج مسامح ماجد وقبلت أسفه. العقاب ده ملوش دعوة بإنك تسامحه، لإنك هتسامحه غصب عنك علشان ده أخوك لحمك، واللي بينكم دم واحد بيجري في عروقكم. علشان كده ما ينفعش تزعلوا من بعض مهما كانت المشاكل كبيرة. بس اللي هيعمله أخوك ده رد اعتبار ليك، وانا موافق باي حاجه تقول عليها يا حاج. انا غلطت في حق اخوي. خلاص فضناها سيره، اتفضلوا اقعدوا واحكولي ايه اللي حصل في بيت فايز بالتفصيل الممل. في بيت فايز؟ يلا بقى يا بنات خشوا ناموا علشان بكره ان شاء الله ورانا حاجات كتير تتعمل. قالت لهم عطر. وانا كمان كنت عاوز اقول لكم حاجه قبل ما اخش انام. محمد قال لي اننا بعد فرح مسك على طول هننزل اسكندريه علشان شغله، هنعمل حفله صغيره على الضيق ونتجوز. وبعدين بقى احنا هنلحقها منين ولا منين؟ والعمل دلوقتي ابوكو هيقدر على شواركم ازاي انتوا الاتنين مع بعض؟ قالت لها مسك. ما تقلقيش يا مرات ابوي، ده ابومي معانا وجي وقته، هننزل بكره انا وعطر نبيعه ونكمل حاجاتنا اللي ناقصه. معلش يا بنات انتوا عارفين الظروف، غير ان مسك لما تتجوز ابن العمده ما فكرتش ان ابوكو هيفضل يشتغل عندهم. اظن ان لازم يقعد وحليني بقى لما يلاقي شغل تاني. قالت لها مسك. احنا عارفين الكلام ده كويس، علشان كده فكرنا في دهب امي الله يرحمها. يلا بقى احنا داخلين ننام. دخلت مسك وعطره على وش كل واحده اسئله مش بتخلص. خلاص يا عطر هتسافري وتسيبيني لوحدي؟ فين لوحدك؟ ما انا سايباكي مع جوزك اللي بيحبك وانت كمان بتحبيه. بس انا مش عارفه هكمل ازاي وانت من جنبي. مسك ما تصعبهاش عليا والنبي، انا ماسكه نفسي بالعافيه. عند العمده في المكتب. قالت له اشجان، هو ده خلاصه الموضوع، وده كل اللي حصل من ساعه ما نزلنا لحد هنا. وانت يا ام ماجد ايه تفسيرك في وجهه نظرك بالنسبه للبت؟ بصي يا حاج، انا كنت رايحه ومتحامله عليها وانها هي اللي ضحكت على ابني، بس الشهاده لله البت ما تتعيبش، جمال وعلام. يا فرحتي بالجمال والعلام وما فيش اصل. ايوه من غير اصل ولا فصل. معلش يا حاج، عملنا ايه بالاصل؟ قال له محمود، اوعى تنسى وقفه ابوها معاي في الانتخابات،
عيلة مراتك عيلة لهوازنها مش أي حاجة. وأنا يا حاج مش مرتاح في جوازي، مش مرتاح خالص. نفعني بإيه الأصل والعيلة الكبيرة؟ قال له محمود: ماجد، لدى وقته ولا مكانه، موضوعك منتهي، رب عيالك واسكت. والبت اللي هتخش وسطينا بتكلف البهايم الكل يحذر منها، محدش يديها الأمان لحد ما نشوف آخرتها. قال له: بجد؟ بقول لك يا حاج، البت دي أنا هديها اسمي، مسكة هتيجي هنا معززة مكرمة مش خدامة. بص يا بجد، هي هتكون مراتك انت، بس انا عمري ما حنسى انها بتكلف البهايم، وانها ورطتك معاها، وانها ملهاش حسب ولا نسب. ويريد تنبه عليها لو حابة تشوف اهلها هي اللي تروح لهم، ما يجوش هنا. بقول لك يا حاج، لو تحب اخد مسك ونسكن برا السرايا انا ما عنديش مشكلة. وفجأة الجو اتكهرب. وقدرت تقولها لما هي لسه على البر وعاوزة تاخدك مننا؟ امال لو خلفت منك حتى تعيل ايه، هتنسيك اهلك؟ يا حاج انت واخد منها موقف عدائي، ده ليه؟ مسك اطيب من كده، لما تعرفها هتحبها خالص. بص يا ولدي، عشان ما ظلمهاش معاي، انا مش عاوز اتعامل معاها خالص، وياريت طول ما انا في البيت تفضل هي في اوضتها، هيكون افضل للكل. اللي تشوفه يا حاج. حاضر. محمود حس بقصرة ابنه بس قاوم احساسه. يلا كل واحد على اوضته، ورانا حاجات كتيرة بكرة ان شاء الله، وفي تجهيزات للفرح. طلع الكل الأوضة. دخل أمجد، لقيت ندى مغيرة هدومها ومستنية. يا لهو يا ولاد على الجمال، هو فيك ده؟ عصفورة قلبي مستنياني، إيه يا ندوش الجمال ده كله؟ ندى بصت فعني. مالك يا أمجد، حصل إيه تحت؟ لو حابب تقول قول، ولو مش عاوز خلاص، بس عينيك فيها كلام كتير وحزن أكبر. اترمى أمجد في حضن ندى وحضنها جامد. آه يا ندى، أبويا طلع واعر قوي، صعب كده ملوش كتالوج، بيلعبنا كلنا على صوابعه، وبيجبرنا دايما نعمل اللي هو عاوزه وبمزاجنا واحنا راضين كمان. تفتكري حكم على ماجد بإيه؟ إنه يبيع نص أرضه لبجاد. معقول الكلام ده؟ دي فاطمة هتقلب الدنيا، ومش هتقعد، واصبر بس. هو ده اللي أنا خايف منه، ربنا يستر. كمان شفقان على عروسة اللي هتدخل بعد كام يوم، أبوي حطتها في دماغه، وفاطمة طبعا مش هتتوصى. اللي جاي شكله صعب يا ندى. هي مين العروسة اللي عاملة الجلبان في البيت ده كله؟ العروسة تبقى مسك. بتتكلم جد؟ وحياة ربنا، العروسة هي مسك؟ ومالك فرحانة قوي كده؟ وليه الفرحة مش سايعاكي؟ مسك دي أطيب حد ممكن تعرفه، بنت جميلة في الشكل والأخلاق وكل حاجة، بجد أمه دعياله. بص لها أمجد بأعجب شديد. ندى انت حد جميل قوي، وانا بحبك قوي قوي. طب ما انا كمان بحبك يا امجد، ويمكن اكتر كمان، علشان شايف الناس كلها حلوه وجميله. ومين قال لك كده؟ لا بالعكس، انا فاهمه كل واحد بالظبط، بس مسك تستاهل، البنت دي جميله من كل حاجه. والله انا نفسي اللي يشوف ده ابويا الحج، لانه شكله كده مش ناويلها على خير، ربنا يسترها بقى. طب ليه الموقف العدائي اللي الحج واخده من مسك، مع انه لسه ما تعملش معاها ولا شافها؟ بصي يا ندى، ابوي ليه فكر مختلف شويه في حكايه الجواز. ماشي على المبدا حب زي ما انت عاوز، بس لما تفكر تتجوز اختار العيله اللي هتناسبها، لازم تكون عيله كبيره، وطبعا انت عارفه عيله مسك اكتر مني، غير الموقف اللي حطه فيه بجد، واجبار ابوي على الموافقه من الجوازه زاد من عداء ابوي لمسك. وفجاه سمع صوت زعيق طالع من اوضه ماجد: اتفضلي، دي حاجة بسيطة، كل ده لسه جناب البرنسيسة بتسخن، ربنا يستر ما يكونش ماتش اعتزالها النهاردة، وماجد بيتلكك على كلمة هيموت ويطلقها وتجوز واحدة تريحه. انت بتهزر؟ استحالة، ماجد يعمل كده؟ يتجوز على فاطمة؟ لا، شخصية ماجد مهزوزة شوية، استحالة يعملها، ده بيخاف منها جدا. الله أعلم، كله هيبان. تعالي عاوز أقولك على كلمتين سر وانت حلوة كده. وراحوا في عالم خاص مليء بالحب والرضا. صباح اليوم التالي،